السلام عليكم أعزائي المشاهدين. بداية موسم السرايات في الكويت ومنطقة الجزيرة العربية كذلك على الرجنامة المناخية، هي فترة تبدأ فيها السحب الركامية الرعدية أحيانا وتكون تكونها محلي، معظم الأحيان تتكون بعد عبور الجبهات الهوائية ودخول الرياح الباردة، تبدأ بعدها بيوم أو يومين تقريبا تكون هذه السحب اللي تكون مفاجئة يعني وسريعة التكون والتلاشي كذلك، هي مرحلة تمر فيها في الأيام المقبلة. لذلك يعني دائما احنا ننول اخواننا الحداقه بشكل خاص باخذ الحيطه في الفترات القادمه، خاصه فترات العصر خلال المساء وخلال الفجر، هي الفترات اللي اكثر شيء تكون مثل هذه السحب اللي هي تكون على مناطقنا الساحليه بشكل عام وكذلك المناطق الشماليه من الكويت. اليوم في استقرار تام في الطقس بعد عبور المنخفض الجوي اللي لاحظنا تاثيره اكثر في المناطق في المملكه العربيه السعوديه، المنطقه الشرقيه في منها وكذلك في البحرين، الأمطار اللي نزلت الآن حركتها إلى سلطنة عمان الإمارات، الأمطار لا تزال يعني في هذه المناطق، ولكن احنا بالكويت استقرار تام بعد دخول المرتفع الجوي والهواء الأبرد اللي احنا نتأثر به الآن. الحرارة العظمى الآن 31 درجة مئوية، فهي معقولة في مثل هذا الوقت من شهر أبريل، ودرجات حرارة يعني مستمرة بالاعتدال ليلا، وإن شاء الله الليلة كذلك أجواءنا لطيفة راح تكون. 25 رطوبة نسبية منخفضة بفعل الرياح الشمالية الغربية 10 كيلومتر الرؤية الأفقية، والرياح الآن هي الشمالية غربية سرعتها 24 كيلومتر في الساعة، والسماء صافية بالنسبة لنا. أما بالنسبة للسحب، نلاحظ كمية السحب الهائلة التي تحركت المرتفع الجوي، دائما في هناك يعني خلاص رياح تكون هي من الرياح الهابطة وتجعل السحب تتحرك، دائما المنخفضات الجوية هي اللي تجلب هذه السحب الكثيفة اللي لاحظها الآن على الأطراف الساحلية من البحر العرب على سلطنة عمان، ومتوقع كذلك أن تستمر الأمطار على السلطنة بشكل أكبر والإمارات في المنطقة الشرقية منها وكذلك المناطق الساحلية حتى تقريبا نهار الغد. عندنا بالكويت والمملكة العربية السعودية المرتفع الجوي هو المسيطر على المنطقة، لذلك السماء الصافية وكذلك الأجواء المعتدلة ليلا حتى تميل مرة أخرى إلى البرودة في المناطق اللي هي البرية منها، كذلك حتى الكويت وجنوب العراق نتأثر ب يعني اعتدال ملحوظ خلال الليلتين القادمتين. لذلك الليلة إن شاء الله الرياح الشمالية الغربية تستمر، فالأجواء مستقرة بشكل عام ولكن الرياح معتدلة، ذلك البحر شوية نلاحظ سرعتها تكون على المناطق البحرية في اعتدال بالأمواج ما بين 1 إلى 4 أقدام، والدرجات الحرارة تدريجيا تنخفض إلى حول 20 في المناطق البرية إلى 21 كذلك في منطقة العبدلي في المناطق الحدودية الجنوبية من الكويت الوفرة وكذلك نويصيب ما بين 21 إلى 23 مدينة الكويت 24، يعني هذا منتصف الليل وبعد منتصف الليل بقليل، وهنا في الجزر 22 إلى 24 درجة، ولكن خلال الفجر انخفاض أكبر في الحرارة قبل شروق الشمس، يعني قد تصل إلى 19 و17 درجة في المنطقة البرية، ولكن تصعد في الساعة السادسة من صباح الغد إلى 19 درجة مئوية، 21 في المنطقة المطلع ومدينة الجهراء و23 في المدينة كذلك. البحر يستمر حتى صباح الغد في شوية ارتفاع في الأمواج إلى تقريبا 4 أقدام، يعني تدريجيا إن شاء الله خلال الظهيرة ترتفع الحرارة، لكن إلى الآن نلاحظ المعدل العام حول تقريبا 36 37، ولكن إلى نهار الغد إن شاء الله الحرارة تكون 33 درجة و32 في معظم مناطق اللي هي دولة الكويت، على السواحل توصل إلى 30 في ورب وبوبيان ولكن تنخفض إلى 25، معناها أن احنا لا نزال دون المعدل العام بدرجات الحرارة وقد تستمر إلى بداية إن شاء الله شهر رمضان المبارك بإذن الله، يعني حتى أجواءنا اعتداد تكون في الليالي اللي هي فيها الرياح الشمالية الغربية مثل ما راح يحصل كذلك غدا مساء، هو استمرار الهواء الشمال الغربي والطقس لطيف ومعتدل ومستقر إن شاء الله خلال مساء الغد كذلك. بالنسبة للبحر مثل ما قلت هناك في اعتدال في الأمواج، بعض الشيء في شمال رأس الأرض أخف الأمواج جنوبا إن شاء الله، المد الأول الساعة 9:30 صباح الغد و7:16 المد الثاني مساء، الجزر الأول 5:00 والثانية إن شاء الله صباح الغد، الجزر الثاني الساعة 2:01 مساء بإذن الله تعالى، والشروق لمدينة الكويت بدأ النهار يطول بشكل أكبر، الرابعة
إن شاء الله تماما، أذان الفجر والشروق 5:22 والغروب 6:14. بالنسبة للأيام الخمسة المقبلة متوقع ما بين 33 إلى 32 مستمرة الحرارة، ولكن مثل ما قلت هناك من يوم الثلاثاء والأربعاء تشكل لبعض السحب الركامية تكون على المناطق البحرية، ففقط ناخذ حذرنا خلال العصر، ومن بعد إن شاء الله مساء تتحسن الطقس، ومرة أخرى في آخر الأسبوع المقبل هم هناك حالة عدم استقرار إن شاء الله نتكلم عنها في الأيام المقبلة. تنتهي النشرة، تابعوا معنا درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية، والسلام عليكم.